في بلدان متعددة انتشر السوريين على مدار الأعوام السابقة بعد تهجيرهم من مدنهم وأيضا هربا من الاعتقالات والموت، فهل عم يفكروا أنهم يرجعوا بعد هاي السنوات؟ محمد جزار سأل السوريين بفرنسا. أنا من مدينة دارية بريف دمشق. بداية يعني نحن طلعنا من سوريا بسبب الدمار والانعدام الأمن اللي صار، أنا منطقتي كلها تدمرت يعني الدارية، فطلعنا من سوريا بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة، وأكيد بالنسبة لموضوع بقائي ورجعتي على سوريا نحن كلياتنا حابين نرجع وعم نستنى اللحظة اللي تفرج على البلد يعني، فأنا ومثل كتير من الشباب يعني حابين نرجع ونساهم بإعادة إعمار البلد وتطوير البلد مستقبلاً. في الوقت الحالي مثل ما نكون شايفين فاتحنا هون محل أغذية سورية ومطعم سوري، فبالوقت الحالي مستقر أنا هون، صلي كذا سنة، صلي تقريبا 5 سنين موجود هون في فرنسا، ونوعا ما استقريت هون وجوزت هون، فبالوقت الحالي ماني شايل فكرة الرجعة على سوريا نهائيا، ما مو نهائيا يعني، بس شايل فكرة إلى أن تستقر الأمور. ما بعرف بدها تستغرق 2 3 4 5، فبالوقت الحالي الفكرة غير موجودة إني أرجع على سوريا. أنا عمليا بالنسبة لي مقرر إني أعمل على نفسي، أطور نفسي من الشغلة التخصص اللي بحبه، وبالنهاية يعني بالتخصص هذا نفسه بعمل إني أطور ببلدي وأفيد بلدي. تغيير الآن بالنسبة لي أنا بالتخصص، لكن بالنسبة لغير بجميع التخصصات يغير من كل النواحي، فهاي الهدف الأساسي بالنسبة لي. قلت لك بشتغل على التخصص اللي أنا بحبه، العمل اللي أنا بحبه، وبطور نفسي، والإنسان يكون له دائرة تأثير على 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 غيره، بحيث إنه بس يرجع على بلده أو هو هون يغير ويطور بلده للأحسن والأفضل كل تخصص الإنسان، وبالتالي راح يصير عندنا شبكة من يعني الناس اللي عندهم طاقات وعندهم إيجابيات تحسن بلدهم أوضاعها. رجع سوريا، أكيد أنا بتمنى أرجع سوريا، بس يعني الأسباب اللي خلتني أطلع من سوريا ما زالت قائمة، وبالتالي يعني وجود الاستبداد والديكتاتورية بسوريا بيمنعوا أي واحد ممكن يرجع ويحب يرجع على سوريا، بالتالي يعني أنا هون متوفر للأمان، موفر لأولادي التعليم، يعني بسوريا ما راح يتوفر هذا الموضوع، لكن إذا صار تسوية سياسية والديكتاتور ترك البلد أو ترك السلطة فأكيد أنا رجع على سوريا. أنا أخذ قرار بالرجعة على سوريا بس يسقط الديكتاتور بشار الأسد. بلدي مشتاقة إلى كتير، مشتاقة لشوارع بعرفها ومشتاقة لوجوه بعرفها عشت أنا وياها بكل فرح وبكل حزن. أنا صح لي فرصة ذهبية أني انتصر على الموت وأخرج من سوريا، مجرد الظروف تحسنت أنا راجعة، أعطي البلد الثقافة الجديدة اللي تعلمتها واللغة الجديدة اللي تعلمتها، هذا حق الشعب السوري والفلسطينيين في سوريا أنه يستفيدوا منه. أكيد بحب أني أرجع لأنه بسوريا كنت حس بحنية الجار على الجار، كنت حس حنية عائلتي علي، حنية رفقاتي، بس هون أنا بفرنسا أبداً ماني عم حس بهذا الإحساس بالأمان العائلي أو الجار على الجار أو هيك، بس بنفس الوقت أنا ما فيني أرجع لأنه الدكتاتور بعده موجود، دكتاتور بشار الأسد، والحرب قائمة، وبتمنى أني أرجع، يعني من الأمنيات اللي أنا بحب حققها أني أرجع وعيد بناء بلدي مثل ما كان، الصورة الحلوة اللي كانت لسوريا بعقلي ترجع مثل ما كانت. برجع بس بنفس الوقت لازم خلص تعليمي وقدر عايش حياتي هناك مثل ما كنت عايشة هون بفرنسا، مثلا عايش بحرية كاملة. أنا مو حابة أرجع على سوريا لأنه أول شيء أنا جيت لهون أنا عمري 9 سنين، يعني وعيت على حالي هون، كبرت هون، حتى لغتي الفرنسية إنه صارت أحسن من العربي، يعني حياتي هون أنا ما إلي شيء بسوريا، يعني ممكن أرجع على سوريا زيارة بس ما بتوقع ارجع وعيش فيها. كل شيء يعني افكاري اللي بحملها انه مثل افكار الفرنسيين اكثر من افكار السوريين،
ما زاتا ما حابة ارجع سوريا يعني حياتي هون.